السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، طلبة المرحلة الأولى. إن شاء الله اليوم نكمل وياكم سلسلة المحاضرات الخاصة بعلم الأرض أو الجيولوجيا الهندسية Engineering Geology. بالمناسبة أنا حاولت أثبت لكم ضمن المحاضرات بعض المصادر تلقوهن دائما بالورقة الأولى اللي هي خاصة بالتايتل وعنوان المحاضرة. هاي المحاضرات العناوين السبعة والرفرنس دول السبعة تقريبا أقوى مصادر أو أقرب مصادر بالنسبة للجيولوجيا الهندسية، فتقدر تستفاد من تاخذ هذا المصدر تسوي له كوبي وتخليه بال يعني الجوجل وتقدر تنزله تستفاد من عندك اطلاع إذا تحب إنه تطلع على مصادر أكثر، وخاصة المصدر الأول اللي هو البرنسبل أوف جيوتكنيكال إنجينيرينج، تمام عيني، اللي هو كتاب داس تقريبا هذا أشهر كتاب خاص بعلم التربو والجيولوجيا إذا تحب تطلع كمعلومات عامة. هسه نجي بمحاضرتنا لهذا اليوم، هي المحاضرة الثانية ضمن سلسلة الجيولوجيا الهندسية، ولا زلنا ضمن نطاق تعريف الجيولوجيا الهندسية على اعتبار انه انتم لحد الان معلوماتكم نقدر نقول يعني بيسك او تحاولون حاليا ان تستوعبون معلومات عن هذا النوع من العلم او هذا النوع من البرانش الخاص بالهندسة اللي هو الجيولوجيا الهندسية، وتعتبر هذا التخصص جدا دقيق لان هو ما نقدر احنا نعتبره علم منفصل عن باقي العلوم، يعني وانما علم متداخل مع باقي العلوم الاخرى. فهسه نجي لازلنا ضمن النطاق نتعرف على الجيولوجيا الهندسية. What's mean of geology? Geology can be defined as a scientific study. هو الدراسة العلمية الاثنين للأرض and especially يعني وبصورة خاصة علما الأرض تضم يعني أشكال معينة مثل المياه المحيطات الأوشين الريفر السي anything، لكن أنا الجيولوجي يتضمن دراسة الصخور والتربة ذات المكونات الرئيسية المن for the earth. ش راح يدرس الأوريجين مصادرها الأصلية والناتشرال طبيعتها الديستريبيوشن توزيعها على الأرض and the process والعمليات اللي حدثت حتى تكونها. هذا التعريف العام للجيولوجي. طيب ما معنى الجيولوجيا الهندسية؟ الانجينيرنج جيولوجي سبيسيفيك شنو معناه؟ It's mean application تطبيق البيانات الجيولوجية والتقنيات والمبادئ الرئيسية حتى ندرس الصخور الروك and soil surfacial material والجراوند ووتر والمياه الجوفية. This is essential for الغرض من عتها حتى نضع او نطبقها للجيولوجيا بالمكان المناسب، التخطيط والتصميم الانشائي او الكونستراكشن والتشغيل وعمليات التشغيل والصيانه اللي تحدث للمنشآت الهندسيه، تمام عيني. فهاي اللي هنا انا فدائما احنا نلقى يسمون اكو كومبليشن او اكو ترابط بين الانجينيرنج جيولوجي والانفيرومنتال جيولوجي. سو هسه نجي اذا الانجينيرنج جيولوجي ممكن انه نعرفه بتعريف ابسط، يعني اذا نقدر نقول هسه انا ليش اعتبرها هي علم اساسي او علم رئيسي. هسه انا اليوم اذا جيت اريد اصمم سد او اصمم جسر، تمام، المفروض راسا ابلش بيه، والا ما اول شيء تصميمي بيش يبدي بالانجينيرنج جيولوجي. يجون مهندسين جيولوجيين يكملون الشغل الجيولوجي الخاص بهذه التربه وبهذا الموقع سيت انفستيجيشن، بعد ذلك يجي مهندس الانشائي اللي يسموه انجينيرنج بروجكت مهندس المشروع، تمام. اذا اي منشئ انا حتى انشئه لازم اول شيء يشتغل المهندس الجيولوجي، سواء كان سد او كان تصميم جسور او كان تصميم مثلا ضد الانهيارات الارضيه يعني اللاند سلايد، تمام عيني. فهذا هو الغرض من عنده، لذلك تكون دائما لها احتكاك مع التخصصات الاخرى. الانجينيرنج جيولوجست العلماء الجيولوجيين او المهندسين الجيولوجيين ايش يحتاجون؟ لازم يعرفون هويه او يعني طبيعه يعني التربه اللي راح نبني عليها احنا او عندنا دراسه عليها، وكذلك لازم نعرف الناتشرال هازارد الطبيعه التكوينيه لها، نسبه تواجد الهزات الارضيه الايرث كويك، تمام. ليش هاي الامور كلها ضروريه حتى انا من انشئ اصمم فور ديزاين او الكونستراكشن او الانشاء والتشغيل؟ ايش لازم شي يكون للمنشئ اللي راح اشتغله انا الاستراكشر الهياكل او المنشات؟ لازم يكون امن واقتصادي،
تمام عيني. دير لذلك أنا لازم أخذ بنظر الاعتبار هذه العمليات الجيولوجية للتكوين. فلهنا يعني أنا هذا الـ يعني الغرض من عنده الانجينيرنج جيولوجي يعني كمفهوم عام بدك تعرف لي إنه لازم شنو يعرف؟ يعرف اللوكل روك، الصخور المحلية والتربة المكونة لهذا الموقع اللي راح أشتغل عليه، وبالتالي أعرف أيضا لازم نسبة الهزات الأرضية إذا كانت متواجدة، طبيعة التربة، حتى أنشئ وأشغل وأصمم منشأ يكون آمن وبنفس الوقت اقتصادي. لحد هنا تقدر تكتفي بالإجابة. بالمناسبة أنا أحب أنوه إنه الإجابة تكون باللغة الإنجليزية It's perfect، أو إنه تترجمها يعني أزي ولايك يرجع إليك. نرجع لهناية، What does engineering geology study؟ ماذا يجب على المهندس الجيولوجي أو الهندسة الجيولوجية اللي تدرسه؟ شتن تدرس؟ تدرس الروك، الصخور اللي هي الرئيس أو المكون الرئيسي للجيولوجي، السويل، الووتر، والانتركشن بيناتهم، بين ذن المكونات الثلاثة، وكذلك احتكاك ذن المكونات الثلاثة، الووتر والسويل والروك، مع المنشآت الهندسية اللي هو تخصصكم الدقيق، المنشآت الهيدروليكية. يمتى أنا أقول هذا المنشأ منشأ هيدروليكي؟ لما يكون هذا المنشأ عند احتكاك مع ثلاثة، مع ووتر وسويل والمنشأ نفسه، ومرات السويل ما يكون سويل اعتيادي وإنما يكون روك. تمام عيني؟ هسه هنا يبين لك هذه الصورة، توضح لك نوع الانتركشن يكون بين المنشأ نفسه وبين الماء وبين السويل وبين الروك ودوشون، أو ممكن يصير انفلاق أو مثلا خط زلازل. فهسه حتى نعرف بصورة عامة انه لازم المهندس الجيولوجي engineering geologist need to know، لازم يعرف الجيولوجي بصورة عامة، وكذلك لازم يتعرف على الهندسة الجيولوجية والهيدرولوجية حتى يفرق بين الهيدرولوجي علم المياه والجيولوجي، وكذلك الجيومورفولوجي والسيفل engineering. فهاي بصورة عامة غير مطالب يعني غير مطالبين بهن، مجرد تعرفهم بصورة عامة، لكن ذني مطالبين بهن. المهندس الجيولوجي بشكل سبيسيفيك لازم يعرف الروك والسويل ديسكريبشن، وصفهن والإندنتيفيكيشن تعريفهن. نمبر 2، انجينيرنج بروبرتيز، الخواص الهندسية لإلمن للروك والسويل اللي تستخدم هي عادة بالأساسات، تمام، فور كونستركشن، للإنشاءات اللي أنت راح تبنيها. الروك ويثرينج، شنو معنى التجوية الصخرية؟ شو راح تصير انه مثلا انجراف بالصخور وغيرها. And the soil development، الماب ريدنج، لازم يعرف انه هو يقرأ الخرائط، اهم صفة لازم يعرفها المهندس الجيولوجي، يعرف يقرأ الخرائط الجيولوجية والتوبوغرافية. بعدين استراكشر اسبيكتس، اللي يشمل يعني المشاكل اللي تصير بالمنشآت اللي هي البيدنج والمفاصل والأعطال، تمام عيني، والماس موفمنت، والحركة الكتلية للأرض والانزلاقات الأرضية والانهيارات الأرضية، اللاند سلايد، الرانينج ووتر، احنا نسميه مو يعني يعني الرانينج ووتر ايروجين، يعني يقصد به شلون انه الانجراف اللي يصير بالتربة بسبب المياه، بسبب حركة المياه القوية اللي احنا دائما تصير، مثلا شلون السيول قبل فترة يمكن صار السيول بالسعودية أو أي مكان آخر، أن السيول دائما سبب انجرافات للتربة، وكذلك تأثير الفيضانات. الجراوند ووتر كنترول، وكذلك السيطرة على، لما أنا مثلا أريد أنشأ اليوم فد بناية، فالمفروض أمتد أسوي الأساسات كأن يكون هاي بنايتي في منطقة بها الجراوند ووتر كلش عالي، فشلون أنا أقدر أسيطر على الجراوند ووتر، أسوي له قطع تام بحيث أنا أصب الأساس وغيرها وأكمل إنشاءاتي بدون ما يأثر عليه جراوند ووتر. هاي المعلومات من يساعدك بها أنت كمهندس إنشاء، إذا كنت يساعدك بها المهندس الجيولوجي، يعطيك الحلول المناسبة حتى تقدر تسيطر على جراوند ووتر خلال فترة الإنشاء، وكذلك شلون أنه تسيطر أنت على الانزلاقات الأرضية السبسيدين، وكذلك يعني عدم شلون إحنا نقول عدم الاستقرارية اللي تحدث للمنحدرات. الشور لاين ايروجن اند بروتكشن، وكذلك يوفر لك، لازم يكون المهندس الجيولوجي على علم شلون يتجنب احنا نسميها حمايه الشواطئ. اكيد كل احنا نعرف البيتش دائما الشواطئ اللي يعني عن طريق الناشونال جيوغرافيك او انت عن طريق اي متابعه لك، دائما الحركه اللي تصير داخل المياه
للشواطئ أو غيرها أو البحار تكون عبارة عن حركة مد وجزر. فهاي حركة المد والجزر باستمرار تجرف التربة الموجودة بالشاطئ، فأكو طرق خاصة يثبتون بها تربة الشاطئ حتى ما تنجرف كلها داخل النهر أو البحر أو الشاطئ، وبالتالي راح يصير تعرية لهذه المنطقة. فلازم نعرف طرق الحماية، فهاي من يعني يكون أكثر تخصص بها هو المهندس الجيولوجي engineering geologist. بعد ذلك الأرثكوك، وهاي أهم نقطة اللي هي الهزات الأرضية أو هندسة الهزات الأرضية الأرثكوك. أكو تخصص أصلا اللي هو الاهتزازات الأرضية. السب سيرفس جيولوجي اللي هو هاي احنا نسميها جيولوجية الأنفاق أو جيولوجية تحت الأرض، يعني العديد من البنايات تنشأ تحت الأرض نتيجة الإكسكافيجن يعني الحفر العميقة، التانلينج اللي هي الأنفاق غيرها. يعني أي بناية تصير تحت الأرض يكون عندها كونتاكت مع السويل، دائما يكون المتنبئ الأول بها أو الشخص المتخصص الأول بها هو المهندس الجيولوجي. هذا هنا المخطط ممكن أجيب لك إياه بالامتحان، من أقول لك مثلا وضح لي العلاقة as a sketch يعني برسم الانجينيرنج جيولوجي الهندسة الجيولوجية وارتباطها مع باقي الـ يعني الـ الأعمال. فده أنت هنا توضح لي تقول لي إن هنا الهندسة الجيولوجية هنا جنرال، ممكن تشتغل ممكن تشتغل كجيولوجي سيفل. ضمن السيفل لازم تعرف انت سيت انفستيجيشن تحريات تربة وتشتغل ضمن الانفيرومنتال، او تشتغل براكتس عملية ضمن الانجينيرينج. ايش يتضمن لي؟ يتضمني بالمناسبة بامكانك تسوي المخطط تكتبيها باللغة العربية او باللغة الانجليزية. السويل ميكانيك، ميكانيك التربة، الروك ميكانيك، والمانينج انجينيرينج هندسة التعدين، الفاونديشن انجينيرنج هندسة الأساسات، وكذلك الكونكريت اند الكونكريت تكنولوجي التقنيات أو الخاصة بهندسة الخرسانة، والسيسمولوجي اللي هو هندسة الزلازل، والهيدرولوجي هندسة المياه، والجيوتكنيكال بروسيس العمليات الجيوتكنيك. هاي اللي مؤشرات باللون ال يعني اكو رئيسيات واكو ثانويات ضمن الهندسة الجيولوجية. بعض الظواهر، ليش احنا ندرس الظواهر الجيولوجية؟ بعض الظواهر هاي هنا رفقت لكم بعض الصور تمثل بعض الكوارث. هاي الكارثة يعني ضمن احنا نسميها الذاكرة السوداء اللي حدثت بالسودان. تعرفون احنا دائما يعني هاي البلدان تضربها موجات سيول جدا عالية، لاحظ شلون الانهيار اللي صار بالبيوت. فهذا التراب وانجراف التراب هذا تخصص علم الجيولوجيين. كذلك لاحظ هاي انواع اللي دا تصير هنا بالترب، الانشقاقات العالية جدا اللي هي نتيجة زلازل غيرها، الانفكاكات الارضية غيرها، فهاي ايضا تخصص الجيولوجيين. لاحظ هنا التشققات هاي اللي صارت بهذه البناية ايضا تخصص الجيولوجيين. المفروض هنا الانزلاقات او الانهيارات الارضية، لاحظ هذا الانزلاق او الانهيار الارضي، الانبعاجات اللي تصير بالطرق، واكيد احنا هاي شايفينها دائما طرقنا الخارجية طرق الدولية دائما تكون هالشكل، فهاي تخصص الجيولوجيين حتى ينطوك الحلول المناسبة. إذا كانت تربة الأساس يعني يعني ما أخذت البروتكشن أو الحماية الكافية أثناء الإنشاء، تكون دائما سبب سقوط للمنشآت الثانية. يعني يعني الصور هي عبارة عن مجموعة من المشاكل حدثت حول العالم، جمعناها لكم وضعناها داخل المحاضرة حتى تعرفون أهمية الهندسة الجيولوجية. تدخل بكل مفاصل الحياة مو ضمن تخصص معين ضمن الإنشاء. إن شاء الله ألتقيكم بالمحاضرات القادمة. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار راسلوني على القناة، وألتقيكم بمحاضرات قادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.